برجع بتطلع عليا بس خلص يعني تروتر، يلا عادي ما في مشكلة. فإذا هيدي في وحدة منهم مش رح تنحسب، والتانية عادي يعني انتوا اصلا في عندكم التنتين فحتختاروا وحدة منها. طيب اسمع، فيك تقولي لي يا قلبي؟ انا طبعا انا بدي اصلح لكم الاختبار، ولكن مش رح صلحه اليوم، رح صلحه نهار اللي انا بصلح لكم اياه، لانه بدي اشوف وين مشكلتكم بالاساس. طيب اسمع، فيك تقولي لي نحن نصم اريفي اكل باج؟ حاضر يا ميس، ثانية واحدة. يا انا بتذكر كنا بهذا الشابتر اذا ماني غلطان. هو احنا يا ميس كنا في آخر الدرس في اليونت، باليونت 2 قصدك، بهيدا مظبوط. اوكي طيب، هيدي الباج 262 عملناها يا اسماء جمانة، لو انتي كمان مبين عندك حبيبتي. ثانية يا ميس. احنا حلينا المواقف. تمام، انا بتذكر انه احنا حلين كل شيء، بس هيدي مشاكلنا حلينا صح؟ لا هاي مش حلينا. هيدي لقلك مشان هيك ما حليناها أكبر صحيح. طيب رح نكمل. اوكي الايميلات هول عملناهم ولا لا؟ معايا مالي بيس. كان عنا واجب. اوكي طيب، اذا ما عملتوهم ارجعوا اعملوهم بليز لشوف كيف تكتبوا المقال. تمام طيب، هون maintenant nous sommes arrivés à l'unité 2, 3, leçon 2. طيب، demandez et donnez une explication. ميز ده يونت ايه ده؟ ما بعرف. يونيت 2، يونيت 3. يونت 3؟ احنا ما دخلناش اصلا في يونت 3. ايه هيدا جديد هلا بدنا ناخده، ولا انت قصدك حتى اللي قبله منو يونيت 3 هيك قصدك؟ ايوه ما اخدناش يونت 3 حتى ليسون 1، والله اسمعي لنتأكد. وما كملناش يونت 2 اخر ليسون. معناتها انا ماشيه بسرعه، ماني عارفه ليش كنت هخلص لكم السنه بظرف هلا جمعه. يلا ضيقه كل هذا مش اخذينه على فكره، كل هذا مش اخذينه. ما شاء الله كيف انا ركضت لتحت، ويني ما شاء الله شني سريعه. اوكي نحن هون بهيدا مظبوط، انا متذكره كثير منيح انه كنا بهيدا، وكنت عم اقول لكم انه مش رح دخله ضمن الاختبار، يبعدني ذاكره. طبعا هون الكلمات انا اكيد يمكن ما حفظتون ولا ما قدرتوا حفظتون، مش اذا مش حافظين لا ارجع اعطيكم اياهم على جديد، ما بدي زيد اشياء جديده. ماشي اوكي فرح ناخذ اول صفحه كلياتها. انا اي متى عندي اياكم؟ بكره؟ لا بعد بكره. تمام، فبتاخذوا الصفحة هاي دي بليز، تاخذوا أول مجموعتين من الكلمات واحفظوا الأرقام، طبعا أنا برجع بعطيكم إياهم هلا بعدين كلياتهم. هون وصلنا، هون كنا عملنا هذا الإكزرسيس يلي فيه المقارنة. طيب خليني هيك أرجع أعمل لكم ريفيزيون سريع عليه هيدا، لأنه هيدا من الأشياء المهمة. ألو وي، طبعا الأرقام ما بتهمني لأنه أنتم بدكم تحفظوها وما كتير بتجي هون. Exprimer les quantités. Alors, lorsque je veux parler عن الكوانتيتي يعني عن الكميات، فأنا بداية لازم أقول الكميات المحددة. مثلا أول شيء لما بحكي عن الأعداد، مثلا بقول جي أشتي دو بوم، تفاحتين مثلا، أو عم بحكي عن الأوزان والكيلوات والجرامات، أو بحكي عن العبوات والمقادير، فبقول ليتر، بو، باكي، فير، تاس، هيدي عبوات ومقادير. طيب أوكي تمام. بعد هيدا بيقولوا لكم انه بعد الوحدات والاوزان والمقادير بيجي دائما حرف الجر اللي هو دو او دي ابوستروف. تمام، يعني مثلا بقول اون تاس دو كافيه، اون ترانش دو توست يعني فنجان من القهوه، كوب من الشاي، قطعه شوكولا. فاذا بعد دائما بعد العبوات والمقادير رح يجي حرف الجر دو. هي اخر سنه ليه بس دي دو او دي ابوستروف بنحطه بعدها. هلا الكوانتيتي امبريسيز يعني الكميات الغير محدده، الكميات يا صبايا الغير محدده، يعني انا لما بكون مثلا بدي اقول لكم والله يا صبايا اشتريت شويه، فهمتوا علي؟ شوي شويه مثلا لنقول كاجو. اوكي
فالكميات الغير محدودة هي هون ان بو قليل، بكو كثير، السي كمان ما يكفي، ترو كتير، بلو أكتر، مو أقل، وأوتون مساوي لي. طبعا هولي الظروف لما أنا بدي استخدمهم بيجي كمان وراهم حرف الجر دو أو دي أبوستروف، وبكون وراهم دايما في عندي اسم، يعني ما بتجي لحالة. أوكي، لما بتجي لحالة ما بتجي مع دو. مثلا فيني أقول je veux manger un peu، بدي أكل شوي. إجت الكلمة بالآخر هي un peu، ما إجا وراها شيء. ليش؟ لأنه un peu تعني القليل. هلأ لو في كلمة un peu de كذا كنت حطيت حرف الجر دو، وكان طبعا في وراها اسم موجود هون. فإذا هودي الظروف أنا بستخدمهم للتكلم عن كميات غير محددة، وبيكون في وراها دايما اسم، ما بتجي بلا اسم. لكن هول اللي كنت عامل لكم عنهم لما انا قبل هون. بس يلكم شغله، لما انا بعطي هول السي دو ام بي دو بوكو دو بلا 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 دو دو دو، انا بكون بتكلم عن شو؟ عن الاسم الموجود ورا. فاذا ظروف كميه مع الاسم، يبقى لما انا بدي احط الدو بدي يكون في اسم ورا. لما انا ما بدي احط الدو، اوكي ما بدي احط الدو، فالظرف بيكون نستخدم الكمية مع الفعل، فبيكون je mange un peu باكل القليل، je mange assez باكل بما يكفي، il travaille beaucoup بيعمل كتير، elle boit trop. فإذا بيجي عم يعطي فكرة عن الفعل وما بيجي وراء اسم. طبعا احنا هذا الاكزرسيس خلصناه، رح ارجع اذكركم بهيدي بالكومباراتيف، يعني بالتمييز. لما انا بدي اميز عندي 3 طرق. أول شيء المقارنة من حيث الصفات والظروف، يعني لما بيكون المقارن اللي أنا عم قارنه هو الشيء اللي هو صفة أو ظرف، فبحط بلو وكو موان كو وأوسي كو. طبعا الظرف أو الصفة بيكونوا في الوسط، وبتحاوطهم البلو كو والموان كو والأسي كو والأوسي كو. لما بكون بتكلم عن مقارنة أشياء يعني اسم، فكمان رح يكون هالمرة بلس دو وكو، بلس دو وهون الاسم ووراها كو. أما لما بكون بعمل مقارنة مع الفعل، فرح يكون عندي أول شيء الفعل يجي وراه بلس كو وموان كو وأوتون كو. طبعا هيدي بدي اياكم تراجعوها كتير منيح، لأنه بيجي منها كتير اكزرسيسات. طيب سؤال، أكيد أنا مخلصة هدول الاكزرسيسات كلهم صح؟ كويس، أيوة اوكي، فعندي 3 طرق لأسأل أسئلة. اوكي، 3 طرق. أول طريقة بكتب السؤال مثل ما هو مع علامة سؤال هون، بكتب هون العلامة، بكتب هون السؤال مثل ما هو تمام، وبحط له علامة سؤال بس. أوكي، لهجة بتكون لهجة. أوكي، تاني وحدة بقرب الفعل قدام الفاعل. و تو بقرب الفعل بحطه قبل الفعل والفاعل والفاعل بعده وأسكت. هول الطرق لأنا أسأل سؤال، 3 طرق لنسأل سؤال. هو أول شيء بكتب السؤال مثل ما هو، تاني شيء بحط اللهم صلي على النبي، بحط الفعل قبل الاسم السبجكت يعني، وآخر شيء بحط أسكت. طبعا عندي كون بيان دو نحن صرنا بنعرفها للدلالة على الكمية، وطبعا هول الأسئلة خلصناهم، ما هيك يا صبايا؟ بس أكدوني. أيوة مستر، أوكي طيب، خليكم بس معي دقيقة يا صبايا.
طيب. Write a report about volcanoes and earthquake mentioning the definition, effects, and formation in English. وشو خصك؟ ولا شو خصك؟ اوكي صبايا عم تسمعوني؟ كويس. اوكي تمام. طيب فاذا قلنا هذا الاكزرسيس خلصناه، رح نكمل. هول المواقف كمان قلناهم وهيدا فسرناه، ما هيك؟ فسرتوا ولا لا؟ ذكروني صبايا. صبايا عم تسمعوني؟ ألو بنات. ميس صوتي ميس بيقطع، أوكي لأنه هو الإنترنت. صوتي انا بعيد بس. طيب هلأ صار منيح سامعيني أنتو؟ ميس بس اكتبي لي على جوجل. اوكي تمام. طيب بس كنت عم بسألكم، هيدا انا فسرت لكم اياه، ما هيك ولا لا؟ ما بظن ميس فسرته. طب يلا هعيده بسرعة، عيده لا بسرعة لاني انا لا بس. ميس ما فصلت. تمام اوكي. فاذا سالو كونت في لي كورس، يعني متى بتروحي لشراء المشتريات؟ وي كاسكو تو فا فير بور لي كورس، شو tu vas pour faire les courses؟ Où est-ce que، عفوا où est-ce que يعني أين؟ و qu'est-ce que tu achètes؟ ماذا ستشتري؟ أوكي؟ فبقول salut je fais، طبعا هون مغلطين لأنه je يا je fais يا je vais faire les courses le vendredi matin، يعني أنا بروح لأشتري المشتريات نهار الجمعة، نهار الجمعة. أوكي؟ كمان je vais au marché، أنا بروح على السوق. تمام؟ واخر وحده جاشات دي فروي دي ليجوم، يعني بشتري خضار وفواكه من السوق بس. او ريفوار. تاني واحد سالو تو مي كومبيان دو بوم دون تون جاتو، يعني كم تفاحه بتحطي بقلب شو اسمه هيدا الكيك بتاعك. اوكي ف وكمان قايلين لكم او تو فا بوزون اشتي، يعني من وين بتروحي بتشتريهم. واخر وحده ايلين انه ا كيل اوكازيون تو في لو جاتو. اوكي فمنقول ا كيل اوكي سالو جو مي كاتر بوم، انا بحط بقلب الكيك تبعي 4 تفاحات. جو في او سوبر مارشي، بروح على السوبر ماركت. جو في ان جاتو على اوكازيون دو لانيفرسير دو مون بير، يعني انا بعمل الكيك بمناسبة عيد ميلاد بابا. اوكي تمام. اوكي بنكمل هوني. او شي فو بارلي دو فو روبا كوتيديان، تحكوا عن اللهم صل على النبي، عن وجباتكم اليومية. اوكي ف بنقول تمام. جو برون كاترو روبا بار جور، يعني انا باخذ اربع وجبات باليوم. ماشي اول شيء او بتي ديجوني، يعني في الفطور، في الفطور شو بعمل؟ أول شيء باخذ دي تارتين، باكل ساندويش، و باكل كمان شو اسمها هيدي، جو بوا دو كافي، وبشرب كافي اللي هو قهوة. أوكي برجع جو بران لو ديجوني او سيلف، يعني باكل الديجوني الغدا
باخده بالسلف. السلف اللي هو المكان بقلب المدرسة أو بقلب مكان الشغل، بيكون هو مثل ريستوران، العالم اللي بالمدرسة أو بالمكان الشغل بياكلوا، تمام؟ فيه. بعدين جو مانج دو لا فيوند، باكل اللحمة، دو لا بات اي دو لا سلاد، باكل لحمة ومعكرونة وسلطة. جو بران دو لا جلاس، وباخذ بوزة كوم ديسير، كبوزة يعني الايس كريم، كديسير يعني كتحلية، اوكي؟ تمام. اوكي. بعدين اساسر الساعة 16، جو بران ان فروي، باخذ فاكهة كوم جوتي، يعني بين الوجبات هيدي الوجبة اسمها جوتي اللي بناكلها بين الأوقات. لو سوار جو بران ان ياورت، باخذ لبن، اي جو بوا ان جو دورانج او ديني، وبشرب عصير على العشاء. طبعا بس قولوا لي هيدي نحن خلصناها هاي الصفحة؟ اكيد لا. لا يا ميس، اوكي. خدوا بليز دوفوار 204، 205 و206. 207 ماشي ببعتيها لنا ميس. اوكي. انا هلا ببعث لكم اياهم، بس حدا يسجلهم. اوكي حدا خلاص سجل. انسى سجلتهم. اوكي تمام. بس في زيادة لألك 206 اي ثينك يا أسماء، بظن بس لألك 200. ماشي خليني أتأكد بس. الله ضيعتها ضيعتها والله يا جماعة، معلش يعذروني. خلاص اللي سجلته لك هيدي هيدي. اوكي هيدي لأسماء زيادة، تمام؟ اوكي رح نبدأ بهول. يلا اوكي رح نبدأ. يلا كومونسي، رح أبدأ كل وحدة فيكم، رح تعمل وحدة أنا رح أقراها وهي رح تجاوب. يلا بليز، رح نبدأ مع أسماء. يلا أسماء، vous décrivez à votre ami les ingrédients du diabolo diabolo monte. يلا qu'est-ce que tu dis؟ ماشي ثاني. انت بتوصف بصريحة. اوكي انا قريت لك اياها. ايوه اول واحدة. اي اول وحده انت عم تقولي الانجريديون. لا انتبهي، سي كوا لي زانجريديون يا اسماء؟ شو يعني انجريديون؟ يا الله لعن حظي. ها شو يعني انجريديون اسماء؟ انجريديون ليلي تعي شوي بسرعه، كبيت شي تعي. ميس مش هو انت بتوصف لصديقك اللي هو مشروب الليمون بالنعناع؟ ايه لا بتوصفي له الانجريديون، المكونات بتاع عصير الليمون، مش عصير الليمون ذات نفسه. اوكي ايوه كلمة انجريديون فهمت. تذكريها على طول، انجريديون يعني مكونات، يعني مكونات يلي موجودة مثلا سواء بطعام بمشروب بأي شيء بدك اياه. فإذا هلا اي رح تختاري؟ هتبقى لتر بي. يلا جومانا لا دوزيام. جومانا tu m'entends؟ Au supermarché vous voulez acheter du saucisson. مس صوتك بعيد. اوكي بقول يا جومانا بدك تشتري سوسيسون، شو بتقولي اذا بدك تشتري سوسيسون؟ هتبقى ايه الأولى؟ سي كومبيان لو كيلو؟ وي وي سي جوست. يلا يا سلمى، vous demandez à un copain ce qu'il va prendre au goûter. Qu'est-ce qu'il dit؟ هو هيقول ايه يا سلمى؟ هو هيقول ايه؟ يا مس
الجوتيه بس يعني هي معناها ايه؟ اللي هي الجوتيه اللي هي اللي في الاخر خالص دي. سمعاني يا مس؟ ايه سمعتك سمعتك. خلاص اوكي. عارفين كلمة سلمى سمعاني؟ سامعك يا مستر، سامعك. اوكي طيب سلمى، كنت عم اقول لك بس دقيقه، انا شفناك بين الناس على اللاب. تمام اوكي سلمى، مستر سمعت؟ صوت حضرتك بيروح. ايوه اوكي هلا، هلا ايوه يا مستر بيروح بيه. ايه بعرف هلا صار منيح صح؟ اه اه تمام. يا مستر ايه، ما سامعك هو في كويس. مشكلة باللابتوب، ما انا هلا نكب النسكافيه على الطاولة، مع انه ما كنت عم بشربوها بس لحس سوء الحظ الحمد لله ما اجى على اللابتوب. اوكي، فكنت عم اقول لك الجوتيه بقى مش معناها ايه؟ الجوتيه الجوتي هي الوجبة التحلية بين الاكلات، فهمتي تمام. علي؟ اوكي يعني مثلا بين العشي والمغرب، بين الغداء والعشاء، هيك هيدي الجوتي اللي هي الشيء الخفيف او التحلية اللي بنتناوله. تمام تمام اوكي، هو فشو هيقول بتختاري؟ او طب استني بقى، بس انا هو هيقول هتبقى مسألة بي. سمعني يا مس؟ Écoutez, c'est un repas léger. Oui, très bien. Non, non. Ce qu'il prend au goûter, يعني شو راح ياخذ بالغوتي يا سلمى؟ شو راح ياخذ؟ هاخد ولا هيحط؟ اه تمام. هاخد ايه في الوقت؟ طب ايه هتبقى ايه؟ لا استنى، ممكن تبقى سي. هتبقى سي ولا ايه؟ نو سي. سي تمام. دكتور يلا اسمع. ماشي. انت تفهم صديقي، انت بتسأل مليون كم كبير اللي هي مين ده؟ هتبقى أول واحدة يا ميس، هتبقى لتر ايه؟ ميس حضرتك سامعاني؟ ايه هلا سامعتك. اوكي، vous demandez à votre mère combien وين combien دف elle met dans le gâteau. اي اخترتي يا اسماء؟ تبقى لتر ايه؟ ايه très bien j'en mets 5. برافو، عم تلحقوا تحطوا الاجوبه صح يا بنات؟ يلا نيميرو تمام. يلا تمام نيميرو 5، سي لو تور دو جومانا. يلا ضيقة يا جومانا بس لنزل الشاشة شوي. خلصنا. فو دوموندي نو فوتر امي فو دوموند سو كيل فو بور فير اون بيتزا. كيسكو فو ديت، شو راح تقولي؟ لا تبقى الأخيرة مس. on a besoin d'un paquet de farine. Votre ami vous demande ce qu'il faut pour faire. Oui, très bien, صح. C'est D. تمام. يلا on va continuer. On va continuer. يلا يا سلمى. Je te lis la phrase وانت راح تقولي لي اي راح تختاري. Le pâtissier vous demande à quel parfum tu prends quelque chose. À quel parfum, يعني شو النكهة؟ Alors qu'est-ce que tu la glace, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que tu dis?
هاي يا سلمى. انا معاكي يا بسمعك، انا بختار بسمع. تمام، شوف اوكي. يلا سلمى، بدنا نحكي انه انت اي وحده رح تختاري يا بس كنكهه. انا يا بس عارفه، بس انا بختار والله، بس بشوف. ماشي، هتبقى مس طيب اللي هي ايه؟ نو سامعني مس؟ نو، اي سمعتك، بس لا، لانه عم بيقولوا بالاي ست جلاس اي افيك دي بيبيت او شوكولا، يعني هيدي البوظه فيها بيبيت شوكولا، حبيبات شوكولا. شو بيهمني الموضوع؟ انا بدي اقول له للزلمه صاحب هيدا يعني محل البوظه، بدي اقول له انه انا بدي كذا على طعمه كذا. خلاص تبقى سي اللي هي فريز وي وي فراولة. برافو. ايه، ليش بتترددي؟ صح، ما تترددي سلمى، لما بتحسي انه ممكن تكون هيدي الصح، رجعي قريه، رجعي فسريه، وخلاص اختاريها دغري. دكار ميسو يعني ايه ميس انبول؟ تمام. بولي يعني بولي، يعني ما انت لما بتشتري بوزه بيحطولك هيك شكل مدور دائري، حبه البوزه بتكون على شكل دائري. ايه، اوكي ماشي. هيدي اسمها بول، يعني شو بيقولوا لها بالعربي، كره، يعني كره صغيره. طيب، vous demandez maintenant à votre mère, vous mettez, يلا انت يا اسماء، vous mettez du sucre dans le gâteau, qu'est-ce qu'elle dit؟ شو راح تقول؟ انا بتفق الموضوع وميت من ان ثانية واحدة، هتبقى لتر بي. تبقى لتر بي. وي جامي، برافو، تري بيان، سي لتر بي. يلا اون فا كونتينيي. لو فوندور بو دوموند لا كونتيتي دو طومات، يعني البائع بيسألكم عن كمية الطماطم يلي انتو بدكم اياها. فكاسكو فو ديت، انت شو راح تقولي؟ لا عفوا، بلا، كاسكو فو ديت. يلا يا جمانة، عم يسألك عن كمية الطماطم يلي انت بدك اياها، فشو بتقولي له؟ تبقى بي بي يلي هي جان فودري دو كيلو. وي تري بيان، وي تري بيان يا جمانة، جان فودري دو كيلو، برافو. اوكي، رح نكمل مع سلمى. فوزيت او ريون فروي وليجوم، يعني انت يا سلمى متواجدة الجزء تبع الفواكه والخضار، تمام؟ ف هون كاسكو لو فوندور فودي، يعني هو البائع شو راح يقول لك؟ البائع حيقول لك ايه؟ سلمى انت سامعاني صح؟ بس انا معاكي سامعاكي. تمام. لا بي مس هتبقى بي؟ بي اللي هي وزا، لا مش لا مش سلمى، مستني هو ليكي لو غلط صح؟ فوندور بودي، يعني البائع شو راح يقول لك؟ هتبقى مس يعني بي ولا هي بي غلط؟ لا غلط. طيب استني بس، البائع هو هيقول لي انا ايه؟ ايه، لانه لو هيقول ايه مثلا؟ فوندور، يعني هيقول لي، بس انا مش عارف هيقول لي
شو راح يقول لك؟ يعني اللي هو مثلا ايه لا لا، راح دي يقول لك مثلا اللي هو مثلا انت كومبيرد كده. ايه ايه، راح يقول لك قد ايه، كم كيلو كوسه بدك؟ تمام. لا انا كنت فاكره، لا يعني ان هي اللي هتقول له كده، يعني لا هي لا، اللي ما هتقول انا له اول ما هو قلت كام لك كيلو البائع كوسه، بيقول انا ايه كنت فاكره البائع. كده. تمام، ما في مشكله. يلا يا جمانه، اللي اسمع عفوا، ريستورا عملت جمانه صح ولا لا؟ جميع. هلا لا ضرر اسمع. يلا يا اسماء، او ريستوران لو غارسون فو دوموند فوتر بواسون دي بريفيري، شو راح تقولي له؟ ايه هتبقى لتر بي. بي يلي هو جو بران ان ديابولو. اوكي يلا يا جمانة، راح امحي ورجيكي رقم 11. رقم 11 يا جمانة بيقول لك Vous demandez à votre mère, بتسألي أمك la quantité de sucre, كمية السكر كلمة dans la tarte بقلب تورتة التفاح. Qu'est-ce que vous dites؟ شو راح تقولي؟ هتبقى الأولى مس إيه؟ مش 11 مس؟ يعني أي وحدة؟ هتبقى الأولى، الأولى. كومبيان دو جرام دو سكر أم هتبقى جرام؟ إيه الأولى؟ صح، تري بيان تري بيان. سلمى، vous vous informez sur le prix des produits laitiers، المنتجات الحليب، qu'est-ce que vous dites؟ يلا يا سلمى، انت عم تسألي عن سعر البرودوي لتيه، عن سعر المنتجات الألبان، شو بتقولي؟ هو انا يا مس يعني هو انا يعني ولا هو اللي هيقول يعني انا لا ولا بس الشخص شوفي ده؟ سلمى، بس يقولوا لك فو ديت، فو او تو، يعني انت حتقولي ايه؟ لما بيقولوا تمام. لك إيل أو اسمه، يعني مثلا البائع أو أمك أو أبوكي، معناتها هوني يعني هو اللي بيقول لك، ولكن هو وتو وتو يعني أنتي. أنتي شو راح تقولي؟ تمام. أنتي عم تسألي عن غرض موجود بمنتجات الألبان، شو راح تقولي؟ عم تسألي عن حقه يعني. طلعي أول وحدة ويتر يلي هن السمك، تاني وحدة بوتي دويل اللي هي ثانية بس واحدة، ثانية واحدة بس أشوف. يلا أنا عارفة، بس ثانية واحدة. يلا. سي يا مس، هتبقى سي. لا، لو انتي عدس ما بيكون موجود بيهم تبع الألبان يا أسماء، يا سوري سلمى. هو فين في الألبان يعني؟ اللي هي الجبنة والزبادي ايه ولا ما ايه فين؟ ايه أيوة فين، ليه فين؟ هلا ما بعرف، بحس البار بيكون معهم الزبدة. ايه بعتقد تكون معهم، لا لأنه مثلا، لا بس دي اللي هي الدهون ايه تقريبا، دهون دي مظبوط، بس انتي بقلب البراد تبع اللبنة والجبنة ما بتشوفي هيدي الباكيت الباكو اللي بتكون باكو الزبدة. ايوه صح، تبقى موجود. ايوه تمام. تمام. هلا معك حق، هي شوي بتضيع مزبوط، معك حق، ولكن خلاص عرفناها. يلا يا أسماء، vous conseillez votre copain pour un pour être en bonne santé, qu'est-ce que vous dites? هتبقى لتر بي. La tribu tu dois manger un peu du tout. برافو. يلا on continue. لطيف شوفي منه. يلا
تمام جمانة، يلا بوتر امي فو دوموند لا ديفينيسيون دو لا كريب، شو يعني الكريب؟ فشو بتقولي؟ هتبقى الأولى مس إيه؟ وي تري بيان، لا كريب سي كوا؟ تري بيان. لا دقيقة، ام بلا هو اللي بيسأل. يلا يا أسماء، لا سلمى، ان كوبان فو دوموند سي فو بوفو دي تي، إذا بتشربي تي شاي. ها كيسكو فو ديت؟ هي مس يعني اللي إيه؟ يعني اللي هي بوفيز هي مس يعني اللي هي بوفيز تو تي. ايوه يعني دي معناها ايه؟ تشربي شاي. تمام. ايه يا مس هتبقى ايه؟ ايه وي يلي هي يو